كنت لم كاع ناسي اي ديو مع الوالد الله يوسع عليه داك القبور الله يرحمه ماشي هادي ما هو يسمح لينا اي حاجه درنا كما نقصنا منه ولا اي حاجه يسمح لينا وراه ديما غيبقى فوق راسنا كما كان في الدار ولا لا راه ديما الوالد ديالنا داو امين. كنشعروا بالاسى والحزن على الفراق ديال خونا وحبيبنا سي محمد بن ابراهيم، وكنظن انه اليوم تبت انه يحبه الله، لانه من حبه الله حبب في خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، فكنظن انه ما عطاش غير ابتسامات، عطى ابتسامات وعطى ضحكات وفرج على الناس واسعدهم، ولعل ذلك يكون ان شاء الله في ميزانة حسناته. الله يلحقنا بهم مسلمين، وانا لله وانا اليه راجعون. لو كان فنان بكل ما في الكلمه معنا، فنان بكل المقاييس، انه كان اولا رجل ديال المهنه كيحبها حتى النقع، ثاني انه كان رجل متخلق، كان نكران الذات، كانت توفر فيه جميع الشروط اللي خص الفنان الحقيقي. تعزينا بهذاك العائله الاسره ديالو والاسره الفنيه اللي بصراحه الله لنا فقدت هرم كبير لهاد البلاد الساعه السعيده هذه، اللي بصراحه الله اللي حنا تلمدنا على يدو، كان انسان رحمه الله كان دخلك عظيم وكان كيلعب جميع الادوار بحيث فنان شامل. كان كيلعب لا كوميدي، ولكن ملي كيلعب شي دور ديال الدراما كيلعبو بواحد الطريقه رائعه جدا. شاركنا يوم 30 في الشهر الماضي هذا اللي داز، اخر مشهد كان مع السي محمد بن ابراهيم، كنت قاسمه انا وياه، لان كان كيلعب في الفيلم الزوج ديالي. كان حاله غريبه جدا، كان كيصارع الموت وكيصارع المرض بشكل، حسيت انه اخر مره غادي نشوفه. الحمد لله رب العالمين.